السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صالح معكم اليوم، عندنا كراش تيم ريسك نايترو فيول، سلسلة تحديات الإمبراطور فيلو. طبعا خلاص خلصت بثوث ثلاثية سبايرو، ما أقدر أسوي بثوث زيادة. للي بيقول لي طيب بتسوي بث وتلعب مع المشتركين بكراش سيارات، ما أقدر أسوي بثوث، خلاص ما أقدر يعني. دارينا في ناس بيسألون بعد، ندخل ممكن لو سمحتم نبدأ السلسلة. خلاص ما أقدر أسوي بثوث، ما أقدر no way. أنا ندخل تحدي الزمني، نبدأ معبر بولر. يلا معبر بولر. أوه أنا أشوف الفرق، 10 ثواني يعني كذا 9 ثواني و98 جزء من الثانية. هذا هو الفرق. ما دام ان التونة فخلونا نختار التونة الشتوية. خلاص كرنش. يلا شوفوا السيارة هذه على كرنش. ما تصلح يعني. عيب رجال، انت رجال. يلا خلونا نختار التونة الشتوية. ممتاز. انا برد قارس. اصبر لحظة، انا حطيت الاشباح كلهم. ما انا بدري بس نتأكد. انطلق يلا. طبعا انتم يا شباب تشوفون ما علي جاكيت الجنس حقي انا اللي دائما البسه مع بدلتي الزرقاء دي. اوكي ما في تشويش لاني حركت سلك المايك، نادر ما يشوش يعني. ماني لابس قفازات ليش؟ لان هذا نمط التعليق التام. اذا انا البس الطاقم ذا، ما احتاج التعليق التام الحين، احتاجه على مضمار ابلعبه بنهايه الحلقه. لحظة ما خليت التو هو الزر هذا. لحظة لازم الازرار شوي. معليش وين الازرار هذا يعني؟ ايه تحت عينات الازرار. اسهل اضغط التو مو بسحب تحت. عيد. ايوه ذاك انا اللي قدام. اقول شبح يسابقني، الله مبطئ عن اللعبة يا شباب معليش. ما هو غريبة انا الماضي يسبقني ولا في بوس ازرق. يا الله ابعيد علشان البوس الازرق. اوكي شفت شلون انا معدي فيلو الحين؟ نفسي قدامي مباشرة، أو شبحي قدامي مباشرة. حلو دعس البوس هذا، يعني أنا المفروض أضيع البوست. يلا ما نبغى بوست، ضيع البوست. رح 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 ممكن بهالطريق دي تروح. أبغى البوست الأزرق أنا. والله نقطة عالية. بس يعني وقتي كان قبل افضل ذيك المرة. زين ضيعت البوس حقي هنا عشان ناخذ البوس الازرق بكل سهولة وسلاسة. صدقون هنا اسهل. فيلو صدم ها؟ ولا شلون؟ وانا طحت هنا. طحت ثانية.
نعيد 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 نعيد. أبغى جازف يا شباب وضبح للصار من هنا. واو دب دب بس شبرت قاف. الله يقدر أجيبه بس لو جبت أنا اليوتيرن. جميل. أصبري خلنا نشوف في إذا هو جميل ولا لا. والله كنت حسبه بتضبط بدون اليوتيرن. أنا مصمم أجيبه. تدرون بقريح عاد بقريح 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 خلاص أنا اللي سويته خلاص يعني أبو ودع. خلونا بالدور الأخير أحاول. يلا هذا لو خبطت على البوست لا ترك فحافظ عليه يا صالح. هذا لو انك حافظت على البوست لا ترك ان شاء الله تقدر تجيبه. يلا خلاص شسوي شسوي يا اخي ما ادري احس نفسي تتبقني ما ادري ليش يا اخي وش اللي خلاني احس انه تجيك لحظة إنه ما يحتاج أسوي لي تير عشان كذا يعني ولا لازم أسويه كل ثلاث مرات يعني كذا مستعد أسوي لي تير لكن قلت لا لا ما يحتاج. يلا يلا فزنا على بيلو. حظا أوفر المرة القادمة. ما فزت على شبحي بس يلا فزت على بيلو. عموما المركز الأول تونا نفس الشخصية اللي أنا اخترتها. اوكي شوفنا مرحله ثانيه. والله يا شباب في مرحله كريهه كريهه كريهه. وينه هي كهف الاسرار. هذه ابغى اتخلص منه ابغى اتخلص منه. طيب اوعى عرفت في طقم جدا مناسب لجبن كرافت. وينك يا كورتكس؟ هذا هو شفتوا كيف كذا الغام. اي شيل السكر الوردي شيل السكر الوردي وش اقسم بالله سقوط للهيبه هذه. لا مو ميجا ميكس هذا احط. لا لا اصبر 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 خلينا نحط يعني واحد من السكرات حقت الاخطر يعني شعار الخطر في اللي على يعني زي اللي على شو اسمه ولا نايترو. نايترو ممكن للأسف ما في هذا شعر المروحة بس في واحد بس لونه أخضر. هذا لونه أخضر أنا أبغى نفس اللي على رأسه ومثلث أصفر. نايترو نايترو يعني كده من باب التنويع كده ممتاز. يلا اقسم بالله هذه يمكن أكره مرحلة أو أكره مضمار بالمضامير كلها. هذا كهف الأسرار. يا الله وراء الفوكس كذا يستهبل. أوكي الفوكس كان مشغلني. لحظة 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 يمديني أجيب الاختصار. أنا حافظ على البوس الاختصار. أيوة كذا هذا هو المطلوب وبدون أي حكة على الجدار. بيلو جمعي هنا. أوكي. ضيق يا أخي ضيق. بسم الله سبقوني أغلبهم. مين اللي سبقني؟ أوكسايد وشبحي وفيلو طبعا تروبي في آخر الدنيا. الله يمدينا نجيب أحسن من كذا. أهم شيء خلوني أسبق شبحي. شبحي هو أصلاً مسابق فيلو صح؟
اتوقع انه ساكن شبح فينا. طيب بس بك شبحي اتوقع بتصير الامور جدا سهله. اوكي الامور تستاهل ان شاء الله. لا ما هي تساهيل كذا، ما هي تساهيل. خلاص بيدو الحاجة قدامي هو. لا 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 سبكت الجميع الآن، حتى نفسي سبكت. اوكي صدقون المفرق ذا على اليمين ويسار الظاهر لو رحت على اليسار افضل، يعني اقصر يختصر اكثر يعني. يلا فيل والشبح حقي. انا الافضل بين الجميع. لحظة شبح، اجل فيلو هو اللي دقيقتين وثمان ثواني وشبح يقول دقيقتين عشر ثواني، انا كنت احسب العكس. يلا نايترو كارت يا اخي، ما ادري ليش احس انه اسهل يعني تحديات زمنيه في كراش نايترو كارت. ايش نختار عاد؟ خلونا نشوف يعني كم الوقت. اوكي دقيقتين و دقيقتين بالضبط، يعني دقيقتين و 62 جزء من الثانيه. وهذاك طيب، ايوه معبر بولر. يا الله دقيقتين 9 ثواني صدقوني. شو نسوي هذا ماثيو را، وبالأصح يعني ماثيو ار، هو حرف ار يعني بس هم كاتبين كذا را. اتوقع شفت الاختصار ذاك اللي انا رحت له من هناك وطحت، يعني اتوقع يعني يروح الاختصار هناك ويسوي اليوتيرن. يلا خلونا ندور من كراش نايترو كارت. اتوقع اثر بريد. يلا خلنا نختار اثر بارين. ايش رايكم مين احط؟ والله شكل بحط هذه ايمي ولا تدرون. اوكي طبعا انا اخترت هذا. لا وش هذا؟ نيتروكسيد نيل. لا لا ما نبي، نبغى هذا كاس ذهبي. طيب بدون ستيكر خلاص. يلا نختار كوكو. ها كوكو اليس. واو اصبر، لا لا خلاص يلا كنت انا بشوف اللون الفضي او كأس فضي وكأس البرونزي بس يلا هذا من دخلنا خلاص دخلنا عاد. كنت بشوف يعني كأس فضي وكأس ذهبي كيف اللون بيصير. يلا كوكو نايترو كارت يا صالح. طيب اوكي هذا انا بدينا السباق يا شباب الحين. هذه المحاولة الأولى طبعا ما طحت أنا قبل أبدا. صالح شلها بالمونتاج. اوكي شلها تكفى. شيلها هذه بعدي. ايش شيلها شيلها. يلا ايش رايك الحين هذه المحاولة الاولى، ما هي المحاولة الثالثة؟ ما صار شيء قبل ترى، ما في احد يعني ضيع بوست ولا في احد طاح بالحمام. ايش في مستواي انا؟ انطلق نبدا الشباب. شباب اول محاولة طبعا. أول محاولة هذه يا شباب طبعا، يعني ما في محاولات قبل أبدا. لا لا هذه المحاولة الأولى. يلا
شوف صالح ده. إيه ننطلق. المخفة. أوكي أنا المخفة شكلي. مو صالح هذاك اللي قدامي. أنا المخفة أنا. يلا أول محاولة شباب. أنت بتهزر يا ابني. صالح صالح أنت شف بثوث سبايرو هذه كلها خلي على جنب. كلها خلي على جنب. أنت الحين تلعب كراس سيارات. خلاص بثوث سبايرو انتهت. خلاص يلا شباب الحين هذه المحاولة الأولى الحين حنا ما بعد خلص المحاولة الأولى إلى الآن. نوب. ممكن تسكت؟ أوكي شباب شلون من المحاولة الأولى إلى حين حنا في المحاولة الأولى. لا شبح بيسبقني حتى وانا معصب اقعد اهايط حتى وانا معصب. لا تحك في الجدار. اين انطلق عليكم بس بنفسي شبحي هذا بس بقوه. الله عاد بخفه ضيع البوست. سلام. شلون ما عدت انا ابدا يا شباب الحين انا من المحاوله الاولى سبب شبحي من المحاوله الاولى. لا 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 ما عدت. هكذا يفعل المحترفون. ما عدت شوفوا 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 شبحي بعد سحقته فاجزاء من الثانيه يعني بس سحقته. انا ما عدت ابدا لا كلام من المحاوله الاولى في السعر لجميع الاشباح ما حاولت يعني مره ثانيه ولا ثالثه ولا رابعه. لا لا بس أول محاولة وهذا أنا ما يعني بس طقم التعريق التام. لكن بالمرحلة الجاية مضطر إني أطقم طقم التعريق التام. ليش بتشوفون وش المرحلة هي؟ خلونا نشوف كم وقت. 4 ثواني. اوكي انا اصلا ما لبست يعني طقم التعريق التام لكن اذا لبسته بينجلد المطور ذا. بجيب جاكيت الجنس حقي والبس القفازات. شغلك هل نختاره؟ يلا يا باندا. اوه طقم حق طقم عليها كويس. انا ظريفة وسريعة وانا معرق على اقصى حدودي. لننطلق بلدة الحلويات. شوفوا نحمي بالبداية لأن على طقم التعريق التام أخف يعني ما يتحمل جسم الطاقة. حان وقت المرح.
نبدأ نحمي علشان جسمي يعتاد على الطاقة. نحمي نحمي نحمي. أوكي. راح البوستر أسرق معقولة؟ أنا وأنا حمي بس. أوه شلون؟ شفتوا شلون يا شباب؟ التعليق التام إذا أنا فعلته. اوكي هذه لازم شوية اتدرب عليها علشان احافظ على البوست الازرق باللفة ذي. اوكي وصلنا للمشكلة هنا. اوه اصبر 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 ما البس تيكيت زين ما البس تيكيت زين خلاص كذا خلاص التعريق التام الحين. أكبر واو شفتوا شلون سبكتهم؟ باقي بس فيلك قدامي انت بتضيع البوست الازرق اصلا. اهم شيء تاكد انك لابس طقمك تمام يا ما كنت لابسه زين ما كان مشدود. شوفوا كيف سبقتهم كلهم. اوكي فيل سبقني. في شيء انا ما لبسته زين. الفني العد لبس ساعد فيا انا اخرو. هذا انا اتوقع الشبح حقي هو اللي يقول لي هزم اوكسايد. لا حان وقت الطرح. انا المطمار هذا اتذكر ما تدربت انا عليه علشان اهزم فيلو. اخر مرة لعبت تحدي الزمني بالمطمار هذا المطمار ذا لما كنت احاول اهزم اوكسايد وتعبني مره يتذكرون. اقول ركز يا صالح ترى كنت بغيت ضيع البوس الازرق لكن انقذته لكن نجوت انت بعجوبه لاني كنت لابس طقم التعريق التام.
ايش فيه يخذلني ذا؟ هذا ما كان على المكان الصحيح. ضبطته، شوف كان كذا نازل، فخلاص طلعته كذا فوق على مكانه الصحيح. اكيد 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 يعني المشكله كانت هنا. اوه معقوله لما عدلت انا بلبس القفاز بس خلاني اطير بهالشكل ذا؟ لا تفرح واجد، لا تفرح واجد، قلتك لا تفرح واجد. يضيع البوس ازرق هنا، بس المطور ما في رحمه، وانت ما في تركيز. خلاص عندك طقم التعليق التاب، بتسكز الحمد لله. اثبت يا جاكيت، اثبت اثبت. ما في له انت وراه، بالعاده تسبقني هنا. طيب يلا طلعت، تسبقني شوي. خلاص كل شيء، انا لابسه مضبوط. ممكن تسكت انت. مش تفسر انت بتقول لي ايه؟ يلا اصبر. حلو 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 حلو، والى الان البوس موجود. حان وقت المرة يا صلوح. لا 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 لا، مدى المطبخات الوقت مو تمام. الجاكيت كان معفوق. الظاهر ان مفيش فايده. السلام عليكم. يا سلام. ركز ركز، متحمل طقم التعليق التام، بس الحمد لله مع الوقت صمد وتعود جسمي. اي لعبه يعني، شوف اذا كانت صعبه ولا اي شيء خلاص البس لك الطقم هذا صير معلق الف يا صالح. بس لازم تركيز، لازم تركيز تام.
ما ينفع كذا تلبس الطاقم هذا بدون تركيز. لا يا ابن الحلال لازم تركيز، لازم تركيز يعني. يعني اذا ما ركزت كانك انت لابس الطاقم كذا وترك اليد يا صالح كذا مكتف مكتف يد عينك. لازم لازم تركز. فالمهم يعطيكم الف عافيه على المتابعه. على فكره اللي ما لاحظ ترى الطقم ده هو نفسه الطقم اللي بصوره القناه. يعني شفت صوره الانمي صوره الانمي اللي ما يعرف صوره شو اسمه صوره الشخصيه اللي بالقناه هو صورتي انا بس برسوم انمي. لابس الطقم ده معه اليد حق البلاي ستيشن ماسك الوان كذا. يعني شوف كذا زي كذا نفس الطقم ذا بالضبط. يعني الكاب ازرق والقناع الازرق هذا نفسه نفس القفازات الزرقاء ذي بعد والجاكيت الجنس والفينيل الجنس الزرقاء. فعلمهم يعطيكم الف عافية على المتابعة. نراكم ان شاء الله على خير. سلام.